ودى والشيخ سيدية زيارة تضامن ومواساة باسم رئيس الجمهورية لذوي ضحايا حريق دار النعيم، وقدم الوزير الأول باسم رئيس الجمهورية التعازي للأسرة المتضررة وسلمها دعما ماليا كإعانة من الدولة في هذا الظرف الأليم. على إثر الحادثة الأليمة التي راح ضحيتها 5 أشخاص من أسرة واحدة، أدى الوزير الأول السيد إسماعيل البدة والشيخ سيدية زيارة تضامن ومواساة لتقديم التعازي باسم رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني للأسرة المنكوبة جراء هذا المصاب الأليم. بأمر من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني أن نجوكم مدوركم تحياته أنه معزيكم ومعزيتكم الحكومة في هذه المصيبة اللي ما أكبر منها مصيبة، وعنا شاطروكو ذاك اللي حاسين به، طالبينكم الله تعالى يوفقكم للصبر مثل الله تعالى قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ما عند حد فيه شيء هاك اللي معدل الله تعالى، وطريق مكروده ونعرفوها كامل شي فات عدل الله تعالى انا عنه والفي الخير حد يشتمر مع الصبر، ونعرف عن الحمد لله مسلمين كامل ماك والخير. طالب لكم الله تعالى ان شاء الله يعطيكم صلاح الدنيا والاخره، يرحم السلف ويبارك في الخلف، ورانا اكدين لكم عنا معاكم فذاكم شاطرينكم هاك اللي تحسوا به كامل هو اللي بقينا نقوله، فم دعم عادي قاع ما هو لأنه طال كان ما الله ينقال ما ينقال غير فم دعم وتوفر. بالمناسبة بعد نعرف عنكم ظروف كانت قد صعبة شوي، فم قطعة أرضية ومبلغ يساعد شوي لها. على كل حال إن شاء الله لا هي السلطات الإدارية كاملة بتعليمات من معالي الوزير وزير الداخلية يدور عودوا قريب منكم إن شاء الله وشوفوا هذا كامل النواقص كاملة اللي تعنيكم أنتم بصفة خاصة ما لا تكفل بها الدولة، هذا بتعليمات فخامة رئيس الجمهورية. وقد عبرت والدة الضحايا السيدة زينب متبلال عن امتنانها الكبير لهذه الزيارة التي عادت إليها الثقة في النفس وأشعرتها بتضامن الدولة مع محنتها. لا مرحبا بكم وسهلا حتى ولا مشربين حتى بكم ولا مرحبا بكم ولا وخيرت والله لا فرقت اليوم عليكم وشعة وذاك تدالمونا نحن ما عندنا فيش والقزواني مرحبا بي حتى وسلم زلزالة بخير لك والله اللي وخيرت بيكم كامل ولما قديت الله عن نسيت والله اللي وخيرت بيكم ولا مشرفيني حتى بيكم وذا تدالمونا أنا ما عندي فيش وانتوا ما عندكم فيش. يذكر أن هذه الفاجعة الأليمة وقعت بسبب تماس كهربائي أسفر عن حريق مأساوي أدى إلى وفاة الأطفال 5. يذكر